السلام عليكم متابعي مسلسل محمد الفاتح، اهلا بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن تحليل الاعلان الاول للحلقة الـ14 فقط. وطبعا احنا عملنا حلقة عن تحليل الحلقة الـ13، هتلاقي لينكها في الديسكريبشن وهتلاقيها طالعة لك في الاي فوق، بس عشان ما كناش نطول الحلقة نطول مدتها فقلت اتكلم عن الاعلان بشكل مخصص في حلقة لوحده. بس قبل ما ندخل بقى في حياتنا النهاردة، يا ريت تتأكد انك مشترك في القناة ومفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديدة اول ما تنزل. ولو حابب بقى تتابعني على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك هتلاقي اللينكات كلها في الديسكريبشن. ولو عملت لايك للحلقه اكون شاكر جدا. وبرضه تاخد لك لفه في القناه هتلاقي حلقات كتيره جدا عن مسلسل محمد الفاتح وعن الدوله العثمانيه. ويلا بينا نبدا في حلقتنا النهارده. في البداية حابب اخد رأيكم في حاجة، ياريت ترسبوا لي رأيكم في الكومنتات. ان شاء الله زي ما قلنا احنا هنعمل سلسلة في الاجازة، هنستغل فيها الاجازة ان المسلسل في اجازة قبل ما الموسم التاني يبدأ، وهنتكلم فيها. هل بقى نتكلم عن الدولة العثمانية ككل من اولها لاخرها، ولا نركز بس على عصر الفاتح؟ يعني انا من وجهة نظري ان احنا نتكلم على الدولة العثمانية ككل ونقف عند محمد الفاتح، وان يعني نعمل حلقات محمد الفاتح تزامنا مع الاحداث اللي اللي بتحدث مع المسلسل زي ما عملنا كده لحد دلوقتي. فياريت تقول لي ايه رايك في الكومنتات. شفنا في نهايه الحلقه فتح ديمتريا اللي هي العائق الوحيد اللي فاضل ما بين فتح القسطنطينيه وما بين السلطان محمد. طبعا شفنا ان جندرلي متاخر وبشكل كبير في الاخبار، فهو جاي يقول للسلطان الاخبار بعد ما السلطان اصلا عارف الاخبار دي من زمان ونفذ وقتها. يعني هو وهم بيتكلموا كان خلاص ديمتريا بتتفتح، فبنلاقي ان خلاص جندرلي لقى نفسه قدام ان السلطان خلاص مفيش اي عائق بيمنعه من فتح القسطنطينيه. فبنشوف بقى في الاعلان صدمته الكبيرة، وان هو بيتكلم مع اسحاق باشا ان خلاص السلطان عينه اتعمت وان مفيش اي عائق ليه قدام فتح القسطنطينيه. وطبعا هنا لان جان دارلي يعني تورط من غير ارادته في خيانه كبيره جدا، دي اللي هتؤدي لاعدامه بعد فتح القسطنطينيه. وبنشوف ان الامبراطور قسطنطين اللي كان اخر امل ليه ان هو يعني يشوف البابا الفاتيكان وان هو الدعم اللي هيجيله منه، خلاص بيلاقي ان الدعم ده اتقفل مبدئيا عشان خلاص القوات اللي اتبعتت له على الرغم ان هم فرسان صغيرين عددهم قليل خلاص انتهوا. وفي نفس الوقت السلطان محمد بيبعت رساله لبابا الفاتيكان، رساله واضحه وصريحه اللي هو انت من الاخر هتبعت امدادات هجيلك انت الاول قبل ما اخد القسطنطينيه. يعني كده كده هاخد القسطنطينيه، انت هتبعت الامدادات هاخد الفاتيكان وهاخد القسطنطينيه كمان. يعني فهنا بابا الفاتيكان هيخاف طبعا ومش هيبعت اي حاجه تانية، وده تاريخيا اللي حصل برضه. فهو قوات مرتزقه اللي ساعدت قسطنطين وخلاص، فهو هيلاقي نفسه بدون حيله بعد فتح ديمتريا. بنشوف ان هو بيخرج عن شعوره وبيقتل هيلينا طبعا امه اللي هي الامبراطوره، اللي كانت طبعا ايه خاينه نوعا ما. طبعا احنا كنا اتكلمنا في النقطه دي وقلت لكم ان في حلقه عن قسطنطين هتلاقي فيها التفاصيل كامله، بس اختصارا كده ان تاريخيا هيلينا يعني استعانت بالسلطان مراد الثاني ان هو يحكم ما بين ابنها قسطنطين وديمتريوس، وهو مراد الثاني لقى ان قسطنطين هو الاولى ان هو يمسك الحكم ويبقى امبراطور بعد يوحنا. طبعا هم مطلعينها انها اللي قتلت يوحنا، بس تاريخيا ده ما حصلش يعني. وفي المسلسل هي كانت عايزاه هو اللي يمسك عشان مفكره ان هي هتسيطر عليه وهي اللي هتحكم مكانه، ولكن ده ما حصلش. فهو كان امبراطور طموح، فهو يعني من الاخر سيطر عليها هي. فبنشوف ان هو خلاص يعني بيزهق منها ومن خيانتها وبيقتلها وبيخلص منها خلاص. زي ما قلت هتلاقي تفاصيل قصه قسطنطين كامله في الديسكريبشن، لينكها موجوده في حلقه قسطنطين. بنشوف برضو ان مرة هاتون بتعرض بقى على العمه سلطانه سلجوك، العمه سلجوك سيده سلجوك، انها تتعاون مع سلطان محمد ضد اورهان. وده ممكن يحصل وممكن لا، بس احنا عارفين ان العمه اللي بيقودها غريزه الانتقام، فهو في التمرد اللي حصل على السلطان مراد ابنها مات فيه، وهي بتحمل السلطان مراد المسؤوليه لده، وكانت عايزه تنتقم من السلطان مراد في ابنه محمد عشان خاطر يعني الانتقام بقى، فدي غريزه الانتقام فيها. فما اظنش انها هتساعده، او ممكن انها لو بس حتى لو قررت انها تساعده اظن يعني هتبقى حركه غبيه ان هم يثقوا فيها، لان انتقام للابن حاجه يعني قويه مش هتروح عشان خاطر روحها. يعني ما اظنش انها هتسلم في الموضوع ده، بس هنشوف ايه اللي هيحصل في الاحداث. نيجي للحدث الاهم اللي هيحصل في الحلقه اللي جايه وهو الحروفيه. طبعا الحروفيين اذكياء جدا ان هم عايزين يوصلوا للسلطان محمد. قدروا يوصلوا للمكتبه اللي في قصره عن طريق جافد، وقدروا ان هم يعني يحاولوا يزرعوا افكارهم، ولكن عشان يوصلوا للمكانه دي وصلوا عن طريق شاهين.
اللي هو الحارس الشخصي، او بمعنى صح الحاج، هم بيسموه الحاج، حارس الباب ايا كان، ده يعتبر اقرب الناس للسلطان لانه موجود معاه ملازمه طول الوقت، اي حد داخل وخارج للسلطان هو اللي بيدخله وهو اللي بيخرجه، يعني الراجل كده ايه حارس الباب عموما يعني. طبعا هم قدروا ان هم يسيطروا عليه وقدروا ان هم يسيطروا على تفكيره بشكل كبير جدا، وده اللي هيؤدي الى اعدامه في نهايه المطاف. بنشوف في الاعلام انه السلطان بيعدمه بنفسه لانه هو تورط مع الحروفيه وتورط مع فكر شيطاني وفكر كافر جدا، وبنشوف القاضي بقى خلاص بيروح للسلطان محمد بيديله الحجه، لان احنا شفنا في الحلقه لما السلطان محمد راح له يشتكي له منه هو ان هو صادر الكتب، قال له انا مع المفتي اللي هو الشيخ الملا ان هو احنا بنتكلم وبنشوف وبنطلع حجه وبنشوف الادله وبنعمل تحقيقاتنا وهنجي لك بتقرير في النهايه. فخلاص اكيد راح له بالتقرير وبيتم خلاص الفتوى من المفتي ان هم كفره وزنادقه ويتم القضاء عليهم، وبنشوف ان السلطان بيدي الامر بالفعل للقضاء عليهم، واول حاجه بنشوفها هو اعدام مين؟ شاهين اللي هو الحارس الشخصي او حارس الباب للسلطان محمد. فبصراحه الاحداث عاليه جدا، انتظرنا حلقه قويه جدا جدا. انا حبيت اتكلم عن ملخص الاعلان وعن توقعات الحلقه ده في حلقه واحده عشان ما نطولش الحلقه اللي فاتت. ده كل عايز اقوله في حلقتنا في انتظار الاعلان التاني ان شاء الله اللي اول ما ينزل هنتكلم عنه برضه بشكل تفصيلي كده. يا ريت تتاكد انك مشترك في القناه ومفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل، وتعمل لايك للحلقه عشان ده فعلا بيساعد. ولو حابب بقى تتابعني على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك هتلاقي اللينكات دي كلها موجوده في الديسكريبشن، وتاخد لك لفه في القناه كده هتلاقي حلقات ليها علاقه بالمسلسل وعن الدوله العثمانيه. واشوفكم في حلقه جديده باذن الله.